موعد النشرة الجوية من قناة الشروق. أهلا بكم. خلال صبيحة يوم الغد الأجواء تبقى غائمة تماما على المناطق الشمالية من الوطن. خلال الصبيحة الأجواء تبقى عموما مستقرة صافية على مناطق الجنوب الكبير. خلال المساء ظاهرة هذا السبت نفس الوضعية الجوية بالنسبة للمدن الجنوبية، أجواء تبقى صافية إلى مغشاة جزئيا بوسط الصحراء. تستقر الأجواء على كل المناطق الشمالية. خلال صبيحة يوم الغد درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 26 درجة بمنطقة تندوف، 28 على أدرار، على عين صالح وارقان، 24 درجة على بشار، على غرداية، على بسكرة، أيضا 15 درجة بالجلفة، قسنطينة، سطيفورج، والريج، على تيزي وزوال الغوات، 19 درجة بالجزائر العاصمة إلى منطقة بني صاف، 18 درجة على السواحل الشرقية. خلال المساء درجات الحرارة القصوى المسجلة ظهيرة هذا السبت تصل إلى 27 درجة بالجزائر العاصمة، على طيبازة، على بومرداس، بوهران، أيضا عين تيموشنت والسواحل الغربية، 30 درجة بتلمسان، تيارة البيض، على النعامة، 28 درجة بقسنطين، على سطيف برج بوريج، على تبسة وقلمة، 25 درجة بعنابة، 37 درجة بتمنرس، 44 درجة ببرج بجي مختار كأعلى مقياس، أيضا بمنطقة أدرار، 43 بعين قزام، 40 درجة بمنطقة تندوف. حالة البحر بحول الله سيبقى مستقر هادئ على طول الشريط الساحلي، رياح شرقية تماما وسرعتها تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة. نختم النشرة الجوية كالعادة بالورقة الفلكية وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.